عروض جديدة النهاردة جايبها لكم منين؟ طبعا احنا في اسكندرية موجودين في منطقة سيدي بشر بحري، ده شارع الحي، ده يا بنات شارع الحي. لو جاية من هنا هيبقى في اول الشارع ناحية الحي اهو، لو جاية من ناحية القطر يعتبر في اول الشارع في وش بوابة جراج النقل العام اللي في وشنا دي، ولو جاية حضرتك من البحر تبقي جاية من الناحية دي هيعتبر في اخر الشارع، تمام؟ على طول قصاد بوابة الجراج بتاع النقل العام. تعالوا بقى هنتي ظهرنا كده هنلاقي ايه؟ ميكي فور كاربت اهو، تمام؟ عنده عروض النهارده حلوه قوي، قلت اجيبها لكم اعرفكم عليها. عليكم ازيك يا خالد، عامل ايه؟ الله يخليك. النهارده بقى فيديو جديد بعروض جديده، ان شاء الله هنعمله عروض مش هتتكرر تاني عندنا. حلوه قوي، ان شاء الله الاسعار فيها هتنزل جامد قوي ان شاء الله، بجد مش خصومات وهميه. يعني انتوا متعودين طبعا على ميكي فور كاربت هنا الخصومات الحقيقيه. عايزه اقول لكم يا بنات بدايه العرض بتاعنا من يوم ايه؟ هيبقى من اول يوم 6/8 لحد يوم 10/8. تمام. العرض هيبقى اربع ايام بس عشان هننزله اسعار جامد قوي. من يوم 6/8 ل 10/8، اربع ايام حضرتك هتشتري فيها اسعار ملهاش حل. يلا بينا نبتدي. اول حاجه حبيب الملايين الكوليكشن، السجاده اللي هي 160 في 2 متر و20. حلو، دي اللي هي المقاس الوسط 160 وموجود منها 2 في 3 برده. تمام. طبعا مش شكل واحد، في كذا شكل، شكله كذا لون وكذا لون. بصوا الكوليكشن عندي نوعين، عندي نوع شبه ده هيبقى داخل في الفصل ب 550 جنيه، يعني النوعيه دي ب 550 جنيه. جنيه بره منزلها. تمام. 550 جنيه متر و60 في 2 متر و30 زي الفل. ده النوع كمان منه الشكل ده اللي هو الاحمر في جراي، الناس اللي بتحب بقى. السجاده تبقى داخل الخصم ب 550 جنيه، اي واحده فيهم ب 550 جنيه. تمام. الكوليكشن اللي هو الاتقل، الغرزه الضيقه ده الاتقل. عشان الكوليكشن نوعين مش نوع واحد. تمام. ده النوع الثاني اهو اللي بيتباع بره ب 800 جنيه، منزلها في الخصم 600 جنيه بس، بدل 800 600 جنيه لمده اربع ايام، يعني هتوفري. ده في اشكال ثانيه كمان ما شاء الله، بصوا في اشكال ثانيه. يبقى احنا كل ده الكوليكشن الجديد، وادي كمان حاجه زي كده عسل قوي برضك من الكوليكشن الجديد، 2 في 3 اهو موجود برده. 2 في 3 اهو، دي كوليكشن. دي الكوليكشن دي بكام بقى؟ الكوليكشن الكبيره الكبيره هتبقى نازله في الخصم من 1100 ل 900 جنيه بس، 900 جنيه الكوليكشن يا بنات الجديده ال 2 في 3، وعندك منها درجات اهي. تمام. اي حاجه فرقتها في منك جروب صغير. تمام زي الفل. ادخل بقى بعد الكوليكشن على عرض تاني. دي بقى خامات، دي صوف مخروط بقطن، تمام، معاك يابر ولا تبرم، خامة كويسة وتنفع للعرايس. دي مقاسها 170 في 2 متر و40. 170؟ دي ولا منها 2 في 3 ولا منها 160، ايوه محير برضه. محير في بين البنين. بصوا بقى أشكالها حلوة برضو، ألوانها جميلة ما شاء الله. دي اللي بتتباع بره ب 1300 جنيه دي. مقاس ال 170 في 2 متر و40. هتعملها لنا بقد ايه بقى في العرض؟ دي هتنزل في الخصم 950 جنيه. 950 يا بنات، الحقوا الاسعار الحلوه والله. دي كل ده مش شعبي. ايوه زي الفل. وبصوا البنيات اللي بتعشقوها موجوده برده. أيوة. هتبقى بكام تاني؟ هتبقى 950 بدل 1300. انا عايز اعرف العرض ده ايه بقى؟ ده بقى عرض السجاد الحرير. ايوه السجاده الحرير في قطن بتاع العرايس. حرير في قطن، دي بقى من اول الخامات العاليه دي. تمام. دي مش وسط، دي اول الخامات العاليه. اول الخامات العاليه. حلو جدا. من جنب لون ومن جنب لون. بتدي كميه اشكال والوان غير عاديه ما شاء الله. يعني البني موجود، بصوا البني ده حلو قوي، موجود ما شاء الله. التركواز الرصاصي بردك موجود، حلو قوي. الرصاصي الاسود موجود، اي لون موجود، حلو قوي. الكشك زيتي متوفر، دي الوان ياما منها، في منها كذا لون، كشمير فرصاصي. كل دي الوانها حلوه قوي، ده كمان جميل اهو، حاجه زي كده. دي هتبقى معانا في العرض بكام دي بقى؟ دي بقى سعرها مفاجاه. هتنزل من 1300 ل 850 جنيه بس، واي حد هياخد قطعتين احسب له الاثنين ب 1500. يعني لو خدت واحدة هتبقى بكام؟ ب 850. ب 850 بدل 1300. ولو خدت اثنين هيبقوا 1500. تحفة، هتقف عليك الواحدة ب 700. جميلة جدا. زي الفل. بصوا دي كمان لونها حلو قوي. تمام. دي بقى عرض ما يتسابش النهارده من ميكي فور كاربت، السجاد التركي يا بنات اللي هو ظهره قطن. عايزه اقول لكم التركي الاصلي اللي هي 2 في 3 منزل من ثمنها لمده اربع ايام 800 جنيه، اللي هي الكبيره 2 في 3، واللي هي 160 منزل في ثمنها 500 جنيه في حاله. وريكي الاشكال برده، ورينا لان ده العرض ده ما يتفوتش. لو عايزه بقى ايه تجيبي التركي الاصلي بقى. بص يا بنات، ده قطن الخامات العاليه قوي، العاليه.
ال 160 نازله 500 جنيه متخيل؟ ثلاثه نازله 800 جنيه سعر تحفه. اي حاجه صغيره في منها كبيره، واي حاجه عايزين اتنين كبار شبه بعض موجود، اتنين صغيرين شبه بعض موجود. تمام، يبقى اي حاجه موجود منها هتعرفي سعرها، هينزل على طول من سعرها 800 جنيه. والصغيره كل الاشكال والالوان، وده التركي الاصلي اللي ظهره قطن، حتى السجاده كلها قطنيات وداخلها حرير. الله ينور. طبعا مش الاشكال دي، بصوا الاشكال قد ايه، بسم الله ما شاء الله اشكال كتيره جدا. خدوا سكرين شوت باي سجاده واسالوا عليها، هتلاقيها الكبيره اقل من بره ب 800 جنيه والصغيره اقل من بره ب 500 جنيه زي الفل. وطبعا كل الاشكال اهي، البنيات اللي بتحبوها برده اهي. الله، اشكالها راقيه جدا ما شاء الله. اي شكل في منه الوان. حلو قوي. بصوا تمام زي الفل. الله ينور. حاجات بقى الساده الهاديه موجوده برضو، لو عايزه ساده هادي كده موجود. بصوا نفس الشكل بلون تاني، بلون تاني جميله وسهله بقى كمان في ال يعني الكلاسيك كمان موجود. ما شاء الله الكلاسيك بالوان ويا بنات موجود، مش مودرن بس، وكله في العرض. هتنزل من تمنها الكبيره 800 جنيه والصغيره 500 جنيه. هتنزل من تمنها 500 جنيه، خلي بالك. خصم 30-40% وهم يعني. لا 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 أول. ايوه زي الفل. الله ينور. تمام كده. والمول هو مودرن. ده النيو كلاسيك. لا لا مودرن. حلو ده جميل. اهو في منه الاثنين في ثلاثه بردك اللي هي داخلها بترولي. ايوه اللي هينزل من تمنها 800 جنيه. واسالي عليها قبل ما تيجي تشتري، اعرفي تمنها كام. اي حد ياخد سكرين شوت ويسال على حاجه قبل ما يجي. زي الفل. ايه مفاجاه بقى؟ اللي هيشتري بقيمه فاتوره قد ايه؟ اي بكيلو الفاتوره 3500 هتغلي سجاده هديه. والله؟ والله. يعني اشتري بحاجه، بص انا هشتري هوفر فلوس واخد هديه كمان. على العرض برضه. على العرض العرض عادي. عادي تاخدي ده ايه ده؟ مثلا تعدي فاتورتك ال 3500 تاخدي سجاده. ايوه سجادة. ما العرض ده عامله لكم اربع ايام بس. ايوه جميله. حلوه دي كده جميله. ودرجه اولى مش درجه ثانيه. ايوه حاجات نظيفه. سجاده نساجون. الله ينور عليك. التيكت بتاعها اهو. تمام، يبقى اللي هياخد نساجون الشرقيون اهي. حلو. بصوا يا بنات ايه زي الفل. اللي هياخد بقيمه دي لاي فاتوره تعدي 3500. تمام. بصوا دي. اشكال ثانيه برضو دي حلوه طبعا. طب فرضا حد مش عايز سجاده عايز حافظه، ممكن ناخد برضك حافظه هديه. والله العظيم اي فاتوره تعدي 3500 تاخد حافظه هديه متر و60 في 2 متر و20. حلوه قوي زي الفل. الله ينور عليك. تمام. في منها اشكال، احنا مش بنقي حد بالهديه. الله ينور. اللي هو يختاره ياخده. حلوه الهدايا دي كمان. بصوا لو ايكيا كمان انت وحظك بقى، على حسب اللي موجود اللي هو عايزه ياخده. زي الفل. تمام. حلوه كمان السماوي دي. تمام. كل دي بقى ايه حافظات، بتبقى هدايا يعني زي هدايا على فاتوره ال 3500. نازله في الخصم ب 400 جنيه. يعني الحافظه دي معانا ب 400 جنيه المتر و60. المتر و20. دي برده من ضمن الحاجات الحلوه اللي موجوده يعني. والله تمنها حلو جدا. اشكال تانية برضك. مش الاشكال دي بس، نشوف اشكال بره تانية. تمام زي الفل. من الفيديو بقى بالحاجات الحلويات دي. طقم الحمام الهاي كواليتي التركي اللي بيتباع بره ب 250 جنيه، عندنا في الخصم ب 120 جنيه بس. 120 ثلاث قطع هو. ايوه. واللون ده. تمام. والبيج. حلو قوي ما شاء الله. والموف. زي الفل. تمام. بتباب الشقه بكام معانا؟ اللي هي الطريه، الجلد الطريه اللي مش الناسفه اللي بتقطع اللي هي الشعبي. منزله في الخصم ب 35 جنيه. 35 والكبيره. كمان دي. ايوه. والكبيره نازله في الخصم ب 70 جنيه بس. ب 70 جنيه وبس. الجلد الطريه اهي. حلوه قوي. ما تقطمش منك. زي الفل. عايزه بقى العتبه التركي اللي هي قصاد باب الشقه دي. اللي هي ب 150 جنيه. عند ميكي فور كاربت ب 65 جنيه بس. 65 بدل 150 جنيه. منها الوان، اللون ده. اللون ده واللون ده واللون ده كمان، ثلاث درجات. زي الفل. طبعا ده غير ان كل انواع المشايات هتلاقوه موجود. العرض الصغير اللي هو 50، طبعا في من اول عرض 60 لغايه متر ومتر و20 كمان في المشايات، يعني كل ان شاء الله سجاده هتلاقي المشايات بتاعتها. كده يكون خلص الفيديو بتاعنا. يلا بقى الحقوا العروض من يوم 6 يا بنات لغايه يوم 10.